أهلين حبيبي، جيت بوقتك. أهلين حبيبتي، شو في؟ على فكرة في صور لازم تشوفها. ليكي روحي، إذا صور بنات وشباب بدهم يمثلوا هذا الموضوع بتسكري عليه تماما. كل البلد صار بدها تمثل على حظي. إذا بنت نزلت تنورة صار بدها تصير ممثلة. إذا شاب معه شوية مصاري صار بدها تصير نجم. هذا مو مسخرة، هذا تمثيل. التمثيل مهنة صعبة، مو أي حدا بدها يصير ممثل. هاي العالم اللي عم تشوفيها على التلفزيون مو صاروا هيك عن عبس، تعبوا واجتهدوا لحتى صاروا نجوم. أنا بدي فوت نام. صباح الخير. شبو فرصة اجتكن، استغلوها. حبيبي ليش هالقد معصب؟ حبيبي لأنك ما عم تفهمي علي. انت انا معصب لانه من اول ما نزل هذا الاعلان وانا ما عم بعرف اشتغل. صار في حدا بالطريق ما بده يرشح لي خالته وسته، لو كل العالم ما له علاقه بالقصة ما خلص تطلع على الشاشه. معك حق. تقبر قلبي يا قصي. رو ما بحب شوفك انا هيك زعلان بيبي. ليك شو ماما صوري جابت لي اياهم لبنات غير شكل، بنات عيال وناس وغنايا كتير. لك تخيل كل وحدة جايبة هدية حق هديك الحسبة، وكله مشان شو؟ مشان ترشح لهم اسمهم. فلحنا شو منخسر يعني؟ خلينا ناخد الهدايا ونستفاد منها، وبكرة شو منقل لهم؟ المخرج هو موافق. تقبرني بعدين يعني؟ معقول انت تخجلني وانا رو لحبيبتك؟ يا روحي ما تحكي هلا ولا كلمة، خليني ورجيك الصور. انت شو خسران؟ بعدين اذا ما عجبوك خلاص، مو ضروري مو ضروري بنوب ان البس ماركات وحط برفانات فرنسية وحط هيك مجوهرات والماس وذهب. وين الصور؟ تكي وبيكون عندك. يا با